السؤال اللي عطيتيني دابا واش انا راضي على الفريق والمستوى ديالو ولا لا؟ بصفه عامه الفريق ديالي ما توصلش للمستوى اللي باغي انا، اللي انا عندنا اكراه ديال الملعب في الترافاي والانيماسيون اوفونسيف ديفونسيف اللي غادي يمكن تدار في الملعب مازال ما عندنا، كنحاولوا نتغلبوا على التجربه ديال بعض اللاعبين اللي استقطبناهم. بالنسبه لهذه المقابله لا علاقه بكره القدم، هذه مقابله اللي غلط يخلص، اللي غلط يخلص، والدليل على ذلك وصينا الدراري على الكره الثانيه ما تكونش وهي في سير جبل الهدف الاول، ووصينا الدراري على توش وكره من الكره وجا الهدف من توش، ووصينا على ديفياسو وهذا اللي ماركينا به حنايا، دونك داك الشيء اللي كنا متوقعينه هو اللي كان، ما كانش بعض التركيز بعض اللاعبين ديالنا، وهذا راجع لانه الانسجام ديال الفريق لانه تقريبا كل جديد باستثناء ثلاثه اللاعبين ديال الموسم الفريق كل جديد، يعني خاصنا شويه الوقت باش الدراري يديروا ديك اللحمه، اي فريق لعب في المقابله ما تستناش تكون النتيجه ايجابيه ليه ولا سلبيه ليه، ما يمكنش ما نحسوهاش، كتحسن باش بالتركيز ديال المقابله تاخر في لي ديتاي الصغار هما الكره الثانيه ولي بالاريتي والاخطاء ولا ضربه جزاء هذا اللي كتقدر تكون الاهداف، يعني هذا الملعب ما كيصلحش كره القدم، وفي هذه المساله راه عطينا الاحتجاج ديالنا على الملعب، وكاين بعض الفرق اخرى انت تروكان انت اتفاق مراكش هما كيمدوا بان هذا الفرق الاحتجاج ما كيصلحش الملعب وحرام القليعه تاع تيفا تيانا ما غاكونش الفرق مقابله كره القدم قبل ما تكون مقابله ديال كره الركبي او التنس بالنسبه لي، لان لي ديمونسيون ديال الملعب ما كتسمحش لي باش نلعبوا كره ونشوفوا الجمهور يستمتع بكره القدم، ما كاينش امكانيات باش تقدر دير مقابله في مستوى يعني غتلعب كره طويله وتلعب على الاخطاء وتلعب على الدوزيام بالون في المقابله. الاستعدادات ديالنا بدات بكري لان كنا عندنا فريق لانه غنجددنا بنسبه 90% الى قلنا من دابا من 23 لاعب او 24 لاعب، عندنا ثلاثه لاعب او اربعه لاعب اللي بقاو من موسم الفريق، لانه الاغلبيه ديال اللاعبين خارج المدينه، لان ازيلال عند اكراهات ديال اللاعبين الشبان ملي كيطلعوا للبكالوريا كما كيتحققوا بني ملال او مراكش كيقراو او كيمشيو للتجاره او الصناعه وكيسافروا الى خارج ازيلال، يعني ازيلال غادي تبقى في هذا المشكل الى ما واخا تكون المدرسه يعني خاص لك عمل قاعدي خمس سنوات ست سنوات ويكون عمل مضبوط باش ما نحاول ما امكن هاد اللاعبين خديناهم بحكم التجربه باش ياثروا اللاعبين وفي نفس الوقت نديروا نتيجه اشعاع لمدينه ازيلال ونحاولوا نلعبوا بار من تروا برومي ان شاء الله في المقابله باش نحاولوا في ثمانيه ماتشات الاخرين نشوفوا واش امكان ديالنا الصعود ولا لا، اذا كان عندك فريق بحال هذا من هازم كيرجع في المقابله يعني راه بوادر ديال الفريق جاي في الفريق. كنشكر المنبر الرياضي اللي تحنا الفرصه هذه باش تحطوا قليلا على فريق قليعه، كما كيعرف الجمهور الرياضي ان فريق قليعه فريق حديث العهد بقسم التاليهوات، وقال الاستعدادات ديالها تقريبا هذا الشيء شهر ونص شهرين، الاستعدادات كانت شبه عاديه بحكم ان الفريق كان حافظ على التشكيله ديالو باش يحقق الصعود، واحتفظنا بنفس التشكيله ديال الفريق الا بعض الاماكن اللي قعدنا فيها خصاص استقطبنا بعض اللاعبين اللي ما نقولش لاعبين ولكن لاعبين ولاد المنطقه ماشي خارج المنطقه وعندهم تجربه في قسم التاليهوات، وحاولنا يكون الاستعداد ديالنا باقل تكلفه نظرا لامكانيات الفريق الماديه المحدوده، كنعرفوا ان الفريق ما عندوش الملعب ديالو شوشب اللي يمكن نلعبوا نستعدوا فيه استعداد اللي غادي يكون في المستوى، كما كتشوفوا الملعب هذا اللي لعبنا فيه اليوم هو الملعب اللي كنستعدوا فيه، وهذا الملعب ربما يكون سلاح ذو حدين بالنسبه لنا حنا، قد يكون ايجابي وقد يكون سلبي، كما لاحظتوا المقابله ديال اليوم كانت مقابله اللي فيها اللياقه البدنيه اكثر من هي تقنيه نظرا لان ما كاينش مساحات في اللاعب يمكن يعبر كيف ما شفتوا فريق شاب طموح لاعبين عازمين باش يديروا المكانه ديالهم في القسم الثاني، ونتمنى مع مرور الدوره ونكسبوا التجربه اللي تخلينا نكونوا في وسط الطرح، ما نقولش نلعبوا على الصعود ولكن كنلعبوا على تكون فريق وعلى المحافظه على المكانه ديالنا في